وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. أهلا بحضرتك أستاذ عفيفي. الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد شهد اليوم إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي. أولا، كيف ترى يعني ذلك في إطار العلاقات المصرية الإماراتية المتميزة؟ هو في البداية طبعا مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على المشاهدين. طبعا ده بيأتي في إطار طبعا العلاقات المتميزة التاريخية منذ نشأة دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 71 حتى اليوم، والمساندة المصرية لدولة الإمارات وأيضا المساندة الإماراتية للدولة المصرية على مر علاقتهم سويا. وطبعا بيأتي طبعا مع في الوقت الحالي طبعا الدور المهم اللي بتقوم به الدولة المصرية ودولة الإمارات العربية المتحدة في محاولة تهدئة منطقة الشرق الأوسط بسبب الأزمات التي تتم في الوقت الحالي. طبعا هذا المشروع بيأتي طبعا في توقيت مهم جدا. هذا المشروع بيؤكد على نقطة مهمة جدا، هو التعاون والعلاقات الطيبة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة. يأتي في وقت أيضا بيؤكد أن الدولة المصرية أصبحت دولة قادرة على جذب الاستثمارات الخارجية بشكل كبير، وأنها من الدول على المتوسط، هي من أهم الوجهات السياحية دلوقتي على منطقة المتوسط بعد طبعا مدينة العالمين الجديدة، وجذب عدد كبير جدا من الشركات الاستثمارية الإماراتية. فده تأكيد على قدرة مصر على أنها تكون جاذبة للسياحة وجاذبة أيضا للاستثمارات. طيب أستاذ جميل عفيفي، يعني بيرى بعض الخبراء أن هذا المشروع، مشروع رأس الحكمة، يعتبر مرحلة جديدة من الشراكة المصرية الإماراتية. يعني في رأيك أولا، ما هو المردود الاقتصادي والاستثماري على الدولتين والمنفعة أيضا للشعبين، وما أفق التعاون المستقبلي بين الدولتين؟ هو طبعا هذه الشراكة شراكة مهمة جدا طبعا بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة. هذا المشروع هيضر على مصر طبعا العملة الصعبة، واحنا عارفين ان قيمة هذا المشروع 35 مليار دولار تم ضخهم طبعا في داخل الدولة المصرية. قدرت مصر انها تتغلب على الأزمة الاقتصادية اللي كانت متواجدة. ايضا خلال المرحلة المقبلة ايضا هيكون في استثمارات كثيرة مصرية، نظرا طبعا لأعداد السائحين اللي هيوصلوا إلى المنطقة، وهيبقى في سياحة داخل الدولة المصرية أو في هذه المنطقة الشريط الساحلي في الوقت الحالي اللي أصبح جاذب للسياحة في منطقة المتوسط بشكل كبير. أيضا بيعود بالنفع بالتأكيد على دولة الإمارات العربية المتحدة والشركات الإماراتية من خلال طبعا الاستثمارات الموجودة، لأن المستثمر أكيد بيدرس المنطقة وأكيد هو متأكد أن هذه المنطقة ستعود عليه بالنفع بشكل كبير. هتعود بالنفع أيضا على الشعب المصري بشكل كبير من خلال تحسين الاقتصاد المصري، من خلال توفير فرص عمل حقيقية للمواطنين خلال المرحلة المقبلة، لأنه مشروع ضخم جدا هيتطلب عدد كبير من العمالة المصرية، ومن المعروف طبعا العمالة المصرية على أكبر قدر ممكن من الكفاءة في عمليات الإنشاءات والبنية التحتية. فبالتأكيد هيبقى فيه فرص عمل ضخمة جدا في هذا المشروع من خلال طبعا للشباب المصري والمواطنين المصريين خلال المرحلة المقبلة. هيؤدي إلى إنعاش هذه المنطقة بشكل كبير، وإنعاش منطقة الساحل الشمالي الغربي بشكل واضح وشكل صريح. يؤكد أيضا على نقطة مهمة جدا اللي هو أن الدولة المصرية في ظل الأزمات اللي موجودة في منطقة الشرق الأوسط بشكل واضح أمام العالم ككل، إلا أن مصر أصبحت الدولة القوية القادرة على حماية أمنها القومي، القادرة أيضا على حماية المستثمر. المستثمر الأجنبي عندما يضع أمواله في دولة فهو متأكد تماما أن هذه الدولة آمنة، هذه الدولة قوية، هذه الدولة قادرة. ولهذا السبب أصبحت مصر في الوقت الحالي أمام العالم كله أنها جاذبة للاستثمار، مما يعود بالنفع على الدولة المصرية بكل تأكيد خلال المرحلة المقبلة إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام.